السوق في الدجاج شويه ثمن كل شيء مرتفعه، لا في الدجاج لا في الخضره لا في اللحوم لا في كل شيء. بلان السوق هي ما مخربق. الدجاج بالنسبه للدجاج الرومي واصل 23 24، البلدي واصل ب 75 73، الكروازي 35 درهم. شي كاين البيض العادي درهم ونص، البيض البلدي 2 درهم و30، على حسب العرض والطلب. الطلب عرض هذه ما تقليل، السلعه ما موجوده بزاف، كاين السلعه قليله شويه، والطلب كاين شويه، كاين شويه ديال الطلب على الدواجن هذا الاواخر. بنادم واخا الدجاج غالي، البديل ما كاينش، اللحم غالي، الحوت غالي، يعني باش بغا يبدل الدجاج ما كاينش، كيشوف التكاعيه كيرجع للدجاج. شويه كاين الاقبال، كاين الاقبال على الدجاج، بالنسبه للدجاج الرومي كاين الاقبال. واخا غالي واخا زايد في الثمن كاين اللي قبال، كي قلت لك البديل باش تبدل اللي ما كاينش. اللحوم الحمراء غاليه والحوت غالي وكل شيء غالي، باش بغا يبدل الانسان واخا كيجي بالضروره بز منه كيدي الدجاج ما عنده باش يبدل. ايام ديال العيد كان كاع يقبل اكثر، كان يقبل بزايد، ما زاد ثلاث ايام من وراء العيد كان يقبل ناقص شويه، وما قبل كان يقبل كثير. هذاك السؤال مطروح ديما عند الكليان، لا بدا يسول ولا بدا يبحثك علاش. وهذاك حنا ما عندنا ما نزيدو، حنا كندو درهم ونص ديالنا جوج درهم ديالنا مع الكليان، سواء كان الدجاج غالي سواء كان رخيص، درهم ونص جوج درهم كنديها. داك الشيء السبب الرئيسي هو الاعلاف، الاعلاف هو من المصدر كاين الغلا، ما عندنا ما نديروها حنا لا سميو. سيدي الاسعار في المتناول الحمد لله، المهم بدات كان الدجاج بدا كيطلع، ولكن الحمد لله هاد الايام بدا كيتراجع. الرومي 24 درهم و50، البلدي 70 درهم، الكروازي 30 درهم، الدجاجة الكروازية البياضة 25 درهم للبياسة، كوكلي 13 درهم، قنية 40 درهم، الحمام 13 درهم. الحمد لله المهم كاين الموجود وكل شيء في المتناول الحمد لله، الموجود المهم هو الموجود، الموجود راه كاين الحمد لله. شحال كان الثمن ديال الدجاج الرومي؟ 24 درهم و50 اليوم، اليوم تزادت فيه واحد جوج دراهم بالنسبه للبارح، البارح كنا خديناه بالجمله ب 20 درهم و50، واليوم 22 درهم و50 23. السيمانه اللي فات قبل العيد في العواشر وصل الدجاج حتى 28 درهم باش كنا كنسقطوا. شو السبب ديال هذا؟ السبب ديالو هو العرض والطلب هو الاول، وثانيا بالنسبه للاعلاف، الاعلاف بالنسبه لهذه الحرب ديال اوكرانيا وروسيا، كاين الخصاص في التغذيه ديال الدواجن، هذا هو الدافع اللي دفع الدجاج يرتفع. ولكن الحمد لله كل شيء موجود، هذا هو اللي مهم، كاين الموجود.